وينضم إلينا من القدس المحتلة راسم عبيدات الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك معنا سيد عبيدات. بعد 100 يوم كجرد حساب، ما الذي قدمه قادة الاحتلال الإسرائيلي إلى جمهورهم في الداخل؟ نعم، بعد 100 يوم من الحرب المستمرة على قطاع غزة، ما قدمه الجيش الإسرائيلي ومجلس الحرب لجمهوره في الداخل، وكان يبحث عن صورة نصر ونصر في قطاع غزة، ولكن حتى بعد 100 يوم نشهد أن هناك غرق في مستنقع قطاع غزة، المزيد من الخسائر البشرية جنودا وضباط وإخراء وتدمير آليات ودبابات ومدرعات، وكما قال أبو عبيد زادت عن 1000 مدرعة ودبابة تم تدميرها في قطاع غزة. ولذلك الجمهور الإسرائيلي والداخل الإسرائيلي بات لا يهتك لا في المؤسسة الأمنية ولا العسكرية ولا السياسية، ولذلك تتسع المظاهرات الإسرائيلية حتى بمشاركة عضو مجلس حرب كانس، والذي خرج للمشاركة في تلك المظاهرات التي تطالب وقف العملية العسكرية واستعادة الأسرى من جنود ومدنيين عند المقاومة وبالذات حركة حماس. ولذلك نحن نقول بشكل واضح أن هذه الحرب باتت بدون أهداف وبدون آفاق محددة، ولذلك يزداد الاحتقان في الشارع الإسرائيلي وتزداد الأزمة السياسية والخلافات في مجلس الحرب الإسرائيلي بين المستوى الأمني والعسكري وبين الجانب السياسي. التلاسل والمشاحنات والمشادات الكلامية هي التي تعصب بمجلس هذا الحرب، والذي ربما مع اشتداد هذه الأزمة والمظاهرات سيتفكك مجلس الحرب الإسرائيلي، وخاصة أن الشعارات التي بات يطلقها المتظاهرون هي شعارات ذات بعد سياسي مطالب بإقالة نتنياهو فورا، بالإضافة إلى أن الكثير من قادة إسرائيل الأمنيين والعسكريين الحاليين والسابقين باتوا مقتنعين بأن هذه القيادة الإسرائيلية يجب على تغييرها، وهي غير قادرة على قيادة دولة إسرائيل في المعركة التي تجري مع قطاع غزة. وانتقد ليبرمان زعيم إسرائيل بيتنا إدارة المعركة سواء في مع حركة حماس أو على الجبهة الشمالية، ولذلك أنا أعتقد جازما بأن الخلافات المستعرة قد تطيح بحكومة نتنياهو من خلال الذهاب إلى انتخابات تبكيرية سادسة يطالب بها لبيد وليبرمان، بالإضافة إلى قادة إسرائيليين سابقين أمثال يهود باراك وأهود أولمرت. ووجدنا أن حتى رئيس الشباك الحالي ناحم بار يقول بأنه سيستقيل عندما تنتهي هذه الحرب، وهذا ورد على رئيس الشباك السابق يعقوب بيري الذي قال بأن جونين بار سيستقيل من منصبه على خلفية عدم التنبؤ بما حدث في 7 أكتوبر. طيب، ولكن كل هذه الخلافات، صحيح هناك خلافات بدأت تظهر إلى السطح، كانت هناك خلافات في إسرائيل حتى قبل 7 أكتوبر على خلفية التعديلات القضائية، ولكن الخلافات اليوم بعد شن هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بدأ يتضح وبدأت ارتداداته تصل إلى العالم. ولكن أستاذ راسم، مهما اختلف الإسرائيليون ولكنهم يتفقون على شن الحرب على غزة ومواصلة هذه الحرب على غزة، ولكن هم فقط يختلفون على أهداف هذه الحرب وعلى الخروج من المأزق الاستراتيجي الذي وضعهم فيه بنيامين نتنياهو. نعم، هذا صحيح، ولكن في إطار هناك خلافات حول الاتفاق على الأهداف، ولكن هناك خلاف حول الأولويات لتحقيق هذه الأهداف. هم بعد 100 يوم هناك من يقول بأنه يجب وقف هذه الحرب وتكون الأولوية لاستعادة الأسرى، وحتى لا يتم أن نخسر هؤلاء الأسرى جميعا كما حصل في تجارب سابقة في هذا الاتجاه. نتنياهو وجالنت يقولان بأنهم سيستمرون في الحرب الشاملة لأن الضغط العسكري هو الذي صدهم من أجل أن موافقة حركة حماس على صفقة تبادل للأسرى في حين غانس وأزنيكوت يقولون بشكل واضح ومعهم الإدارة الأمريكية يجب الانتقال إلى المرحلة الثالثة، والمرحلة الثالثة يجب أن تضمن أن يكون هناك توقف لإطلاق النار من أجل القيام بتحرير أو استعادة الأسرى، و أن يكون لها الأولوية على شن مثل هذه الحرب الشاملة.
الأهداف التي يقولون عنها بعد 100 يوم القضاء على المقاومة الفلسطينية وفي قلبها حركة حماس وتحرير الأسرى واستعادتهم بدون مفاوضات والقضاء على القدرات العسكرية والتسليحية والأنفاق للمقاومة الفلسطينية هو بات غير ممكن، لأننا نحن نشهد حتى في المناطق التي يدعون السيطرة عليها وخاصة المنطقة الشمالية ما زالت رشقات صاروخية تطلق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما زالت المقاومة الفلسطينية توقع خسائر بشرية ومادية في صفوف جيش الاحتلال، ونشاهد ذلك من خلال الصور والأفلام والفيديوهات التي يجري بثها في هذا الاتجاه. لذلك حتى هذه اللحظة أعتقد أنه بات من غير الممكن تحقيق نصر في هذا الاتجاه، والأمور ربما التي دفع بها نتنياهو للتدحرج إلى حرب إقليمية خارج قطاع غزة، نشهد أن الأمور باتت متصاعدة على أكثر من جبهة، وخاصة التصعيد الأمريكي مع التصعيد الأمريكي مع اليمن بالهجوم مرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضد جماعة أنصار الله، بالإضافة إلى قيام المقاومة العراقية بتنفيذ سلسلة من الهجمات على القواعد الأمريكية في سوريا وفي العراق. نعم. الوضع متدهور على الجبهة الشمالية باعتراف قادة إسرائيل، والمستوطنين غير قادرين العودة إلى مستوطناتهم، والأمور مرشحة للتصعيد. ونصر الله في خطابه أمس في ذكرى أسبوع أسامة الطويل قال بشكل واضح أنه لا يخشى أي حرب مع إسرائيل، وإسرائيل يجب أن تخشى هذه الحرب، وهو جاهز لهذه المعركة منذ 99 يوما وسيخوض هذه المعركة بدون سقوف وبدون قواعد، ولذلك الأوضاع مرشحة للتصعيد. الأوضاع مرشحة للتصعيد. استمرت إسرائيل. نعم، وسد رسم يعني هذه الأزمات. نعم. هل بدأت بتقديرك تأخذ منحا مختلف قد يرسم ملامح مغايرة لما اعتدنا عليه في المرحلة المقبلة؟ نعم، إذا لم نجد هناك من يتعقل، الولايات المتحدة الأمريكية كانت تطلب من إسرائيل دائما أن تكون متعقلة وألا توسع هذه الحرب باتجاه أكثر من جبهة وقد تقود إلى حرب إقليمية، ولكن وجدنا الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعو للتعقل هي التي قامت أيضا بمغامرة من خلال أعمال خاطئة بالقيام بعملية عسكرية تحت ما يسمى حارس الازدهار، شاركتها فيها بريطانيا وعدد من الدول، ولأت الكثير من الدول عن المشاركة في هذه الحملة الأمريكية ارتباطا بما يجري في قطاع غزة. ولذلك اليوم كان هناك حديث بإطلاق صاروخ كروز من قبل جماعة أنصار الله باتجاه المدمرة الأمريكية لبون، واضح أن جماعة أنصار الله هي ستقوم بالرد والتصعيد في هذا الاتجاه، والنصر الذي تريد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تحقيقه، هذا النصر أولا يجب أن يتم في قطاع غزة، لا يمكن أن يكون هناك نصر بدون استعادة أسرى ووقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية على حتى داخل عمق إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية النصر يجب أن إذا كانت تريد نصر هي في منع في السماح للسفن الإسرائيلية التي تحمل بعض السفن الإسرائيلية بدخول باب المندب ومضيق البحر الأحمر، ولكن لا أعتقد بأنها قادرة على فرض مثل هذه العملية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 40,000 جندي في تلك المنطقة، وأنصار الله لديها 3 أو 4 أضعاف هذا العدد، بالإضافة إلى أنها تمتلك صواريخ ومسيرات، والبوارج والمدمرات الأمريكية تمتلك المئات، وثمن الصاروخ الذي يطلقه جماعة أنصار الله ما بين 2000 إلى 10,000 دولار، بينما المدمرة الأمريكية عندما تطلق صاروخ أقل صاروخ ثمنه 50,000 دولار في هذا الاتجاه، وهي ليس لها العتاد الكافي والمال من أجل الاستمرار في هذه العملية. ولكن إذا اختار الأمريكان التصعيد مع وإسرائيل في هذا الجانب، أعتقد بأن ملامح المرحلة القادمة ستختلف عما هو عليه الآن، بالتالي نحن نقف أمام تطور في هذا الاتجاه ربما يأخذ منحى حرب إقليمية شاملة في المنطقة، وهذه الحرب الإقليمية سيكون لها تأثيراتها على الاقتصاد العالمي بشكل أساسي وعلى الطاقة وكذلك على الممرات البحرية، وسيتأثر فيها
الكثير من الدول، وخاصة دول أوروبا الغربية التي تعاني أزمة طاقة بسبب العقوبات المفروضة عليها من روسيا لمشاركتها أمريكا في الحرب، العقوبات الأمريكية التي فرضتها على روسيا بسبب الحرب التي تجري في أوكرانيا.